مرحبا بكم إخوتي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الميت في المنام. إن رؤية الميت في المنام قد يكون شعور بالحنين من صاحب الرؤية اتجاه شخص عزيز عليه فقده، ويكون في حالة اشتياق إلى رؤيته، وفي هذه الحالة يكون لا تفسير له. أما عن رؤية الميت في المنام وهو يتحدث إلى صاحب الرؤية يكون هناك تفسيرين، أولهم دلالة على مكانة الميت في الجنة، بينما ثاني التفسيرات دلالة على الخير وطول العمر لصاحب الرؤية. كما أن رؤية الميت في المنام هي دلالة على الخير وأيضا البركات لصاحب الرؤية. وفي حالة رؤية الميت في المنام وهو يعود مرة أخرى للحياة فهو دليل على الرزق والكسب الحلال. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.